مرحبا أصدقائي، اليوم ومثل ما شايفين راح أحضر رسمة لشارك فيها بمهرجان بعد مدة، وحلو كتير راح يكون. بعدين بتعرفوا تفاصيل أكتر، وشكر كبير لكل الأعضاء المشاركين معنا وطبعا المسؤولين أكيد. فإن شاء الله تعجبكم هالرسمة، وأكيد لانطلاق غنيتنا الجديدة اللي راح تسمعوها قريبا إن شاء الله. فهول الألوان راح يستخدموا بهالرسمة، هلأ بتعرفوا قريبا شو هي، وهي عبارة عن كرة أرضية كيف تتعدد بألوانها، كيف تتعدد الوجوه فيها. وأكيد بدي لكم شكر خاص للموسيقى اللي بتعطينا روح للحياة، وأنا كتير متعلق بالموسيقى. كمان هيدا الشي الفلوت، أو فينا نسميه الناي، وأكيد مهم تعرف شو هي الآلة اللي بتناسبك. وهيدا الشي كمان تنبعد الاشياء اللي ممكن تسبب انزعاج للرسمة، واكيد تنبرد فيها النسكافيه كمان. وصلنا لأيام كل واحد يخدم حاله بحاله، ومن الناس كافيه لأطيب جوز عطفيه. ومنتابع معكم. ميرسي كتير على المتابعة، ومنتلاقى بالمهرجان.